ساعات مع المرح عشاء أطفال محافظة شبوة في مهرجان الطفولة الأول الذي تشهده المحافظة. فهذه الفعالية التي ينظمها شباب حملة بوادر خير بمشاركة عدد من المنظمات المدنية والإدارات الحكومية وترعاها السلطة المحلية بالمحافظة تهدف إلى إخراج الأطفال من الأجواء النفسية التي عاشوها خلال الحرب. تغيير الحالة النفسية للأطفال خصوصا بعد ظروف الحرب الأخيرة التي تسببت فيها الميليشيات الحوثي العفاشية، وتوفير مساحة آمنة لهم لإظهار مواهبهم وإبداعاتهم كل في مجاله وبأساليبهم الخاصة. تنوعت أنشطة المهرجان على مدى 3 أيام بين المسرحيات والوصلات الترفيهية والفنية المعبرة بنكهة التراث الشبوي، عبرت فيها البراءة عن رفضها لكل أساليب العنف وأدوات. تكمن أهمية هذه الفعالية في تغيير جو الأطفال من جو الحرب إلى جو السعادة والفرح، ونتمنى أن تكون هذه الفعالية سنوية. المعرض الذي يأتي ضمن أنشطة المهرجان تنوعت الأجنحة بين الصور والفنون التشكيلية والمجسمات والموروث الشعبي وأجنحة العناية بالطفولة والعديد من الأجنحة الإبداعية الأخرى. وهنا أيضا لم ينسى أبناء شبوه الوفاة لمحافظهم الراحل أحمد علي باحاك. في هذا اليوم نعيش فرح من نوع آخر، تحرك في وجداننا شريحة كانت مهملة، كانت مظلومة، كانت تعاني من تبعات الحروب والمناكفات السياسية، شريحة الأطفال. بين إبداع الحاضر وأصالة الماضي تنوعت أنشطة هذه الفعالية، لكنها في مجملها تركز على محور الطفولة وحلم العيش بسلام. من محافظة شبوة لقناة بلقيس، إبراهيم حيدر.